واو 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 تفوز على الثاني مصنف في العالم. لا 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 لا، جنون جنون، ورب الكعبة جنون، ورب الكعبة جنون. حس لو كان اخذت قناة جيم جروب، لا تنسى اللايك سبسكرايب انستغرام تيك توك تحت الوصف. اليوم راجع لكم فيديو جديد على الجنون اللي صار، على المتعة، على التسونامية اللي صارت. يا جماعة، قطر ودعت، خلينا نقول السعودية ما زالت في المنافسة، المغرب أظن وبإذن الله تعالى، تونس صعب موضوعها، المغرب أظن يا جماعة حسمت التأهل بأربع نقاط في المباراة الأولى، تعادلت مع كرواتيا وكسبت النقطة من وصيف العالم. في المباراة الثانية كسبت الفوز، أربع نقاط الآن، أربع نقاط، متصدرين المجموعة مغرب، المغرب متصدرة المجموعة. بالنسبة للمباراة اللي يقول دي بروين يلعب بروحه مع 10 خشبات وشي، صراحة يعني لو تشوف إحصائيات دي بروين تقريبا فقد يمكن 27 كرة، أوكي، بحس بلجيكا دائما بتلعب كنا برشلونة أيام ميسي، كلهم بيدورون على دي بروين، لازم الهجمة والفرصة تكون الكرة مرة على كيفن دي بروين. دي بروين حتى شفته في آخر دقائق يرجع كأقل دفاع عشان يستلم كرة ويقود الهجمة، دائما لازم دي بروين يستلم كرة، ما أدري ليش يعني. تروسارد يعني ما عجبني، تروسارد في برايتون أداء أفضل مع في بلجيكا، ميرتنز حاول تحرك دخل لعب غير، خلينا نقول كورتوا اليوم كان سيء سيء جدا، الهدف الأول يعني مو متعودين يدخل أهداف مثل جدي على كورتوا، مو متعودين. حتى الهدف الثاني يعني بوخلال حطها في زاويتك يا تيبو كورتوا، بوخلال بوخلال، خلينا نمدح وليد الركراكي. وليد الركراكي يا جماعة تبديلات رائعة جدا، بالجملة التبديلات كلها قدمت أداء رائع. بوخلال يا جماعة أول ما دخل فتح الجهة اليسرى، حركها، أشعلها، نصير مزراوي، أشرف حكيمي، رجال، رومان سايس، نايف أكرد، ثنائية ولا أروع ولا أروع، سايس مبدع، خط الوسط يقوده يقوده، أبوس صلعتك يا سفيان مرابط، أبوس صلعتك يا سفيان يا ولد مرابط، روعة سفيان مرابط، يقود الوسط الدفاعي من أمام أوناحي، من أمام أم الله، يا سلام يا ملاح، يا سلام يا ملاح، يا سلام يا ملاح. زياش نجم اللقاء، زياش يا جماعة بالخصوص المباراة الأولى ضد كرواتيا، أنا دائما ثنيت وقلت وركزت على هذا اللاعب، لاعب بيقوم بأدوار رائعة جدا دفاعيا، لاعب دفاعيا بيخلق زوايا تمرير جدا كثيرة، بيخلق عدة زوايا تمرير، اللاعب رائع جدا وسجل هدف وملغي يعني، هدف رائع جدا 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 صراحة. زياش بوخلال لما نزل، عبد الرزاق حمد الله، وشكل شلون قتاله الهدف الثاني على الكرة وإصراره والتمريرة مالته، صحيح أنا أظن المغرب كان يقدر يسجل أكثر وأكثر بعد في المرتدات، المرتدات بلجيكا تدافع في المرتدات فقط بلاعبين، فيتسل المنتي وتيبو أرنولد البولت، لاعب الدحيل القطري توتنهام سابقا. فعبد الرزاق حمد الله كان حسيت شوي بعض الأحيان ثقيل، آخر شوي بطل في الهجمات يعني، ما تصرف بشكل ممتاز. عندنا يا جماعة مرابط نجم، ورومان سايس، نصير مزراوي لاعب يعني تحس جدا خبير، جدا خبير دفاعيا رائع، ويعرف شلون يسكر على كرته ويستلم وينطلق ويروح ويدافع. زياش هذي الثلاثة، بوخلال، بوخلال يا جماعة دخل قلبي، عبد الرزاق حمد الله، خلينا نقول شوية عبد الرزاق، هذين الأربعة النجوم بالإضافة للحارس يا جماعة اللي اليوم شفنا ياسين بونو وهو ابن الشيء يعني بيصاب بعضلة ويتبدلوا على طول، واللاعب هذاك الاحتياطي ما كان خايف وبالدور بيروح وبيدخل ويقدم مباراة رائعة جدا، رائعة جدا 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 بدون أي استثناء، كان مباراة جميلة جدا لحارس المغرب. ألف مبروك المغرب، أظن تأهل يعني، صراحة أنا ما أبي أقول لكم الحين يحتفلوا آخر شيء ما تأهلون، ولكن خلينا نشوف مباراة الحين كندا وكرواتيا، نشوف شوي الوضع، نشوف ونعطيكم، أوكي؟ طبعًا بالنسبة لمباراة كندا وكرواتيا، وألف مبروك المغرب وهارد لك لبلجيكا. بالنسبة لمباراة كندا وكرواتيا صراحة كندا فريق رائع جدًا، وشفنا ضد بلجيكا شلون بلجيكا فاز بدون إقناع 1-0 بهدف باتشواي، كندا كانت أفضل بكل شيء وضيعوا ركلة الجزاء عن طريق النجم الفريق المنتخب مالهم ألفونسو ديفيز
اللي بيلعب كجناح مع المنتخب الهولندي، مع بايرن ميونخ يلعب ظهير، ولكن هناك جناح لعب هجومي جدا ممتاز وياخذ اريحيته انه ما يخاف انه يغطي وراه. كرواتيا لوكا مودريتش اليوم يعني شاهدنا تشكيلتين الاساسيتين صراحه. خليني اقول اتوقع اظن كرواتيا ستلعب يعني بخبرته بلاعبي، لا اظن هم راح يكونوا مستحوذين. كندا شوي تضغط، حاول تخطف الكره ويسجلون جيل هدف، ولكن خلينا نقول راح تفوز كندا 2-1 او 2-0. توقعاتي فوز كندا على كرواتيا وبس. اتمنى تكون اليوم، لا تنسوا لايك سبسكرايب انستغرام تيك توك تحت الوصف. مع السلامه.